نحكيو على اكثر حاجه دارت اي بعد ماتش الترجي. نحكيو على اكثر حاجه دارت بعد ماتش الترجي اللي هي غلطه مميش، هفوت مميش كي تحبوا نسميوها، بعد ماتش في ماتش الترجي وديك داها. دونك في الشوط الاول خليته يقبل كما قاعدين نشوفوا توا على الشاشه، يقبل هدف مجاني من ديك داها ويوفى الشوط الاول بتعادل. نسمعوا كي تحب شويه تصريحات دارت بعد الماتش سختو مرياح اللي حب يريض الجو، هو راهو الجمهور كان معناها واقف مع مميش، ومميش زاد اعتذر على صفحته في الانستغرام وشكرهم، قالوا بنحبكم برشا لانه جمهور ترجي وقف مع مليح الحمد لله. الماتش خفيف كمان نورمالمون عندنا تصريح مرياح وقت اللي حكي قال غلطه عاديه نغلط في ماتش. نسمع تصريح قائد فريق. عادي والله عادي، الاغلاط هي كره القدم كلها اغلاط. هو ما شاء الله في نسق تصاعدي بيبقى لي السطر، احسن جول في فريقي الحقيقه، وعادي لي غران غارديان ولي غران جوار كل يغلطوا، بلوز امبورتون ماتش يعاودها. غلطت انا كالعام ماتش سفيقس، يغلطوا هو الماتش هذا، وان شاء الله بشوي بشوي نديركوا الاخطاء. هما المفيد مش عاملها معناتها اكسيد كونفيونس، ولا عاملها معناتها هو الشيف سوليسيون اللي هو كوني نجم يدرب الجوار، ما مشيتش معاه ان شاء الله المره الجايه ربي يوفقه. نحب نسألكم الطريقة اللي حاب يعمل بها اللقطة، برشا قالوا فيها نوع من الغرور، هل فيها غرور؟ معناتها نخافوا على مميش نقولوا له لا يلزم مريض وأكثر أكثر معناتها تواضع وغير، ولا لا معناتها لقطة عادية؟ بلال جوست أنا حاب أقول القائد الفريق هكا يكون يهز هو يذكرهم أصلا في الأغلاط بتاعه، معناتها مش مشكل، هذه حاجة باهية، طريقته مريح ممتازة جدا. بالنسبة لمميش كنا قبل لومنا على قائد فريق المنتخب كيف ما خرجش يحكي، صحيح، لانك انت راهو قائد فريق راهي مهمه صعيبه، انت وقت تطيح بجوار انت تقف تدافع عليه، صحيح، وبرافو ياسين. قال كان بيدي غلط غلطه كيفها في ماتش، معناتها الكومبورتمون تاعو بالنسبه لميميش اللي هي الغلطه هي الغلطه خايبه، اما ما اثرتش على نتيجه المباراه. اما لا ما تنساش حاجه، راهو تو مميش ما عادش مرتاح، راهو يستنى الجارديان الثاني تاع المنتخب، معناها ماهوش اي نابورت كي راهو قاعد في البنك، يستنى اللي هو بشير بن سعيد. ما نتصورش، نتصور انه تو الغلطه اللي باش تصير المره الجايه نتصور بشير هو اللي باش يكون الجارديان، هذاك علاش مميش تو باش يكون كونسونتري. يعني 120 بشير بن سعيد فرح بغلطه مميش، بيرو بيروح نتصور فرح. اما بيصير اما ما تاثرتش على ما تاثرش. وعجبني مريح قال الحمد لله عملها الغلطه باش ماركينا اربعه. صحيح، هي هاني قلت لك روزمو فريق سهل. وليد عندكش فكره فريق؟ شكرا لك. يلا عندي والله عندي فكره، والله عندي فكره. انا قلت لك ايش رايك فضحنا بليل وانت ما فهمتش والله لبستك باهي. لا حول ولا قوه الا بالله. مطران يلا نوفل، تعرف شنو اللي يعجبني فيك؟ انك تسال الاسئله البسيطه العفويه، انا نحبهم الاسئله هذيك تسمى لقطه استعراضيه في الكوره، قد تنجح وقد تفشل. لا ينجح فيها كان زيدان هذيك، صحيح. لا 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 راهو عمل لقطه مميش نتاع زيدان مش نتاعو، الجوار بجنبه وعم يعملها. مميش انا نحبه، انا نحمل المسؤوليه للجوار اللي عطاها له، خاطر الجوار في الموقع هذاك ما ترى لازم كل حاجه تحمل فيها مسؤوليه. طبعا تي باش نصلحوا، تي باش باش نصلحوا، رجع حاله ما يلزم نصلحوا. في مميش كان يشوطها على الباس، مش على مميش، اي الجوار اللي عطاها له علاش خاطر هو مخنوق وزوج جوارات بحذاه، حطها في الركنيه حطها في الطول، تي باهو علمونا هيك ما همش صلحوا احنا الاخطاء تاعنا. نقصد كاين نجم يخرج كورة ها وحدي شهور صاحبي هاي هاي قريب ليش ياسر هو صاحبي والله خلطت قبل الكورة يا بلاي. انا شفت الفريق القومي نتاعنا يلعب برشا لاعب استعراضي، واحنا ساعات تمركونا بونتوات نتاع لاعب استعراضي، يا ودي يلزم انضباط يا سي متران. شفت الجوار بتاع ديكا دها يجري في كورة مازالت كي وصلت لمميش راه مش في باله بعيد، والله في باله بعيد. انا حبيت تاخذ راي بالحق نوفل، خاطر الاب الروحي والرئيس الشرفي لنادي اللوزة ومعروف هو سفيان. في حال سفيان هل مرت عليك حاجات هكا في الفريق؟ شنو كان تصرف نتاعك؟ هكا الجوار اللي عمره 40 سنة عمل 52، اذا صارت غلطة هي شكون تعمل؟ هل صارت لك قبل غلط هكا وتحطيت في مواقف صعيبة مع جواريتك؟ في الجمعية صارت لي الجمعية صارت بخير. قبل ما نرجع لك الجمعية، لا نحب نقول كلمة في خونا مميش، ربي إن شاء الله يبقى عليه ستر ويعطيه الوقت الطيب. الكفوف هذه راهي مهمة ياسر في الحقيقة، سيرتو كي تبدا في ماتش ساهل. صح، لا كفوف راهو ما تنساش حاجة، راهو في نهاية الشوط الأول وكل الناس كل تستنى في ماتش ساهل والترجي يستعمل معناتها نعرف شنو، ويخرج لك الشوط الأول 1-1 ديجا الجمهور بيدو مورالو طايح ومنه ومن غادي، فهمتني؟ تحب وقت يعطيك الصحة. يعطيك الصحة، لا